وحرم ربا مر بيانه قريبا. نعم. وهو انواع هذا يكون حراما قد سبق، لكن وفي هذا المصنف يبين انواع الربا، يعني هناك يوجد اربعه انواع من الربا، اربعه انواع يرجع الى ثلاثه انواع سبقا بينا. الذي اختل شرط من شروط الربويات يكون ربا ويكون حراما. فإذا الذي اختلت شرط المساواة والمماثلة فهو نوع، الذي اختل التقابض شرط التقابض فهو نوع آخر، الذي اختل ندى الحلول شرط الحلول فهو نوع آخر. فهذا الذي يبين يعني تفاصيل الأنواع. وهو أنواع ربا فضل. ما معنى ربا فضل؟ فضل معناه زيادة، معنى الربا أيضا زيادة، بأن يزيد أحد الإبلين، أحد الإبلين مع اتحاد الجنس، يعني عندما يشترط المساواة أزيد في أحد الإبلين. فإذن عندما يباع الذهب بالذهب زيد أحدهما، أو يعني البر بالبر أو التمر بالتمر زيد أحدهما، هذا هو يقال له ربا فضل وهو حرام. ثم يقول ومنه ربا القرض. هذا ربا القرض ليس من ربا البيع، بل هذا اسم آخر يأتي في القرض والدين. ومع ذلك كيف يعني صار من ربا الفضل وهناك يوجد نفس الزيادة؟ هذا ربا الفضل. ما هو ربا الفضل؟ يبين ربا القرض. ربا القرض ما هو؟ بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض، يشترط في هذا القرض ما، يعني يشترط شيء فيه، يوجد في هذا الشيء نفع للمقرض. فإذن يجب أو يشترط على المقترض. ماذا يشترط عليه؟ أن يعطي للمقرض ما له نفع غير نحو الرهن، هكذا ذكر في التحفة. فإذن كفالة شهادة أو الرهن، ففي كل هذا نفع للمقرض، ومع ذلك ليس هذا من الربا، بل يعني هذا يكون منفعة أو زيادة، هكذا إما زيادة يعني يرد شيئا زائدا عليه، مثلا هو استقرض 1000 روبيل، فإذا يشترط أن يرد 100 وألف، هكذا، أو يرد 1000 فقط، ومع ذلك يعني هو يعطي شيئا للاندفاع به، هكذا. ثم كيف صار هذا من ربا الفضل؟ إنما جعل منه مع أنه ليس من هذا الباب، يعني هذا ليس من باب البيع، بل هذا من باب القرض، لأنه لما شرط نفع للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكما. يعني هذا المقرض مستقرض ماذا يفعل؟ وهو يأخذ القرض ثم يرد مثله. فإذن كأن هذا بيع، كيف يرد؟ بمنفعة زائدة، لأجل ذلك هذا من ربا الفضل. ثم وربا يد، هذا الثاني ربا يد، أعتذرنا لقوله ربا فضل، بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض. فإذن حيث يشترط التقابض ماذا؟ يختل التقابض، صار ربا يد. ثم وربا نساء، هذا ثالث، بأن يشترط أجل في أحد العقدين ينبغي أن يكون في كلا العقدين حلول. فإذن لو اشترط في أحد العقدين صار ربا نساء نسيئة، هكذا. وكلها مجمع عليها، مجمع عليها معناه مجمع على بطلانها،
كحرمتها. ثم العبلان إن اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط تقدمت. أو إلا يعني اتفقا إلا فقط لم يتفقا جنسا وهي الطعم والنقدية. أي اشترط شرطان تقدما. قال شيخنا ابن زياد رحمه الله: لا يندفع ثم إعطاء الربا عند الاقتراب. لا يشترط لا يندفع ثم إعطاء الربا عند الاقتران للضرورة. يعني رجل صار مضطرا بعد ذلك يعني هو اقترض على رد منفعة زائدة ينفع يندفع به المقرض. فإذا بسبب هذه الضرورة هل يندفع عنه الإثم؟ ابن زياد رحمه الله قال: لا يندفع هذا الإثم، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض. هذا معنى الضرورة، بحيث أن المقترض إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض، هكذا ضرورة. فإذا هل يندفع عنه هذا الإثم؟ لا يندفع. لماذا لا يندفع؟ إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك. فإذا هناك طريق آخر، ولو شرط يعني المقرض لو شرط على المقترض زيادة ففي إعطاء هذه الزيادة طريق آخر غير طريق الربا. لأجل ذلك فإذا ارتكابه أو سلوكه طريق الربا وهو سبب الإثم، مع أن هذا الرجل يجوز يمكنه أن يؤدي هذا الزائد بطريق آخر، فإذا هو اختار طريق الربا لذلك لا يندفع الإثم. هكذا قال. فإذا كيف يؤدي هذا الزائد بطريق آخر؟ هو ينظر بطريق النذر المقترض، ينظر هذا الزائد للمقرض ثم يؤديه، أو التمليك يعني هبة أو هدية هكذا. لا سيما إذا قلنا أن النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد. نعم. وقال شيخنا: يندفع الإثم للضرورة. هكذا خلاف بين ابن زياد وابن حجر رحمه الله. نعم. فائدة: وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو أرز بأرز متفاضلا. ماذا هنا الطريق؟ بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر يبيع حقه، لا يعطي هبة. إذن هذا الرجل يعطي ما عنده من الذهب للآخر، والآخر يعطي لهذا أيضا هبة. أو يقرض كل صاحبه ثم يبرئه، أو يعطي قرلا قرلا ثم يبرئ ذمته ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب الذي سبق، يعني لأجل يعني هذا ذهب ذهب فضة فضة، وهذا يعني مع اختلاف الجنس بل اتفاق في علة الربا، هذا يتخلص منه بالقرض في بيع الفضة فضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا قبل قبل تفرق، هكذا يجعل قرضا. فإذا هكذا يمكن أن يتخلص، ما يجعل قرضا أو هبة. ثم بعده منهيات منهيات من البيوع، هذا الذي يبين فيما بعد.